إذا الآن هلا الـ experiment أو الـ exercise القادم رح نبني الآن halfway rectifier. خلينا نجيب أول شيء رح نجيبه، خلينا نجيب الـ power g y مرة ثانية زي ما بنعمل دائما، نحط الـ power g y مرة ثانية هون. بعدين هلا في عندي هون power electronics library، إذا بتطلعوا في الـ power electronics library شو في أشياء أنتم بتعرفوها موجودة هون؟ عندنا هاي دايت ايش كمان عندنا؟ بس بتطلع هون هي ثيرستر، مضبوط ثيرستر في له جيت وانه له كاثود، وفي تلاحظوا في شغله عند الدايود، في كمان شغله حوالين الثيرستر هاي بنسميها سنب، سنب السيركت رح نحكي عنها بعدين اذا بدنا ناخذها بعين الاعتبار ان شاء الله. ايش في عندنا كمان؟ موسفيت تمام اللي هي مثل اوكسايد سيمي كوندكتر في ديفكت ترانزستور، نوع من انواع الترانزستورز. كمان ايش في عندي؟ IGBT insulated gate bipolar transistor. وبتلاحظوا في parallel معه كمان شيء هون كأنه stubber circuit. عندي هون ideal switch. بعدين في عندي bridge، بإمكاني أستعمل bridge. في شيء اسمه universal bridge راح نجيبه ونحكي عنه بعدين. هون عندي IGBT مع ايش؟ بعدها بتلاحظوا الداير جاي الكاثود تبعه على البوزيتيف والانود تبعه على النيجاتيف. في هون عندي جيت تيرن اوف، جيت تيرن اوف ثيرستر بقدر اعمل له تيرن اوف، في هون ديتيل ثيرستر. اذا خلينا نبدا هلا بالدايود، رح ناخذ دايود من هون رح نعمل له سيت اب. هلا طلعوا لي على الدايود، انتم متذكرين شفتوا الداتا شيت تبعت الدايود، طلعوا لي على هذا الدايود، ايش في اشياء هون بتلاحظوها مهمه بتهمنا؟ الفورورد فولتج تمام، الفورورد فولتج اخذناه مش هيك؟ هو ايش هو الفورورد فولتج؟ بالضبط لما يشتغل ولما يشتغل الدايود رح يضل هذا هو فولتج دروب عليه، رح يكون في فولتج دروب حوالي 0.8.7 اللي عاده بنعرف بس هون حاطين 0.8. اندكتنس اذا له اندكتنس او ممكن يكون اندكتنس جاي من يعني ستريت اندكتنس مش مقصود. هلا هون كمان معطيني اوبشن اني احط ريزيستنس، ريزيستنس وكباستر. سنبر احنا ما حكينا شو سنبر، رح نحكي عنها بعدين. رح هلا هون رح اخلي انا السنبر في الوقت الحاضر ورح اخلي. طيب ايش كمان عندي هون ريزيستنس؟ ايش الريزيستنس؟ نفس هذا الدايود لما يعمل كوندكشن يكون فيه له فورورد ريزيستنس، قيمة تصديره حوالي 1 مليم، راح اخليهم زي ما هم موجودين. اذا راح اخذ هذا الدايود الان، راح نعمل احنا هاف ويف ريكتيفيكيشن، ايش بدي حتى اعمل ريكتيفيكيشن؟ شو لازم يكون السورس؟ اي سي، ما لهاش معنى اني اعمل ريكتيفيكيشن للدي سي. راح اخذ هون الكتريكال سورس، راح اخذ اي سي فولتج سورس من هون، والاي سي فولتج سورس رح نعمل زي ما عملنا قبل شوي. نفس الطريقة رح أخلي هاي الكمية هون، رح أحول هاي ل 50 هرتز ورح أعمل سامبل تايم. خليني أشوف الدبل بوت اللي أعمل 1 ماينس 6 بدل ما أضل أحط الصفار. نعمل أوكي. هذا الدايب رح أحطه هون، رح أخذ هذا أمره في الدايب. بعدين رح ناخذ ريزيستيف لود، خلينا ناخذ إيليمنت، رح ناخذ سيريز آر إل سي برانش. البرانش رح أحطه هون، رح أحوله لريزيستر في البداية. بعدين رح نشوف لما نعمله ريزيستيف اندكتيف رح يصير في اشياء انترستنج مختلفه. يعني فانا عندي هون هذا رح اخذه ار ال سي، رح احول هذا ل ار، خلينا نحط هذه مثلا هون، خلينا نحطها 10 اوم، فيصير عندي 10 امبير كمان بيك. رح الف هذا رح اسميه ريزيستيف لود. رح الف هذا ب 90 درجه فورمات روتيت. إذا عندي هذا اللود، بعدين رح ناخذ إيليمنت، لو ما شربت جرامبر ما عندي جرامبر. عندي هلا هون انا ما قيستش الكرنت، خلينا نقيس الفولتج بس في البدايه ولا نقيس الكرنت كمان نتاكد من الكرنت انترفيس. خلينا ناخذ كرنت ميجرمنت، اذا رح ناخذ كمان هون كرنت ميجرمنت، رح اخذ فولتج ميجرمنت ونجيب سكوب سينكس، رح اخذ سكوب من هون احطه هون. الان خلينا نطلع نشوف نكمل هذه الدائره، ورح اخذ هلا هون سكوب، راح ناخذ الفولتج ميجرمنت، قيس الفولتج، حاطه المقاومة اللي راح يطلع معي. تتذكروا شو بنسمي الهاف ويف ريكتيفاير؟ عدد الـ
One pulse. هذا عبارة عن one pulse rectifier. ليش one pulse؟ لأنه بطل. لأنه في كل cycle في كل cycle على الأوتبوت راح يكون في عندي one pulse بس. هلا راح نشوف شكلها لما تطلع على الكرنت لازم تكون in series فلازم أعمل أشبك بهذه الطريقة. اوكي صار عندي الكرنت جاهز والفولتج جاهز. نحط مالتيبلكسر. هاي صار عندي جاهز السيستم حتى اعمل لوك ران. شو المفروض يطلع معي على اللوك؟ شو المفروض اشوف؟ بس هاف ويك وبعدين فراغ، هاف ويك وفراغ مش هيك؟ خلي الاي سي فبنعمل ران. مرة ثانية لازم إذا عندي إذا بتطلع هون واضح إيش القيمة الكبيرة؟ هون عندي الكرنت لأنه عندي 10 أوم واضح الكرنت والفولتج طبعا إن فيز هو مظبوط ونفس شكل الكرنت والفولتج هو نفسه شكله شكل الكرنت بالنسبة لهذا الريزستور لأنه ريزستور أوكي ماشي واضح؟ واضحة هاي؟ طيب لو بدي أحول الآن هذه الهاف ويف ريكتيفاير أحولها لفول ويف ريكتيفاير كم بالغ بدي؟ او خلينا نرجع بس اشوف عدد البالسز، كم بالس عندي هذا الريكتيفاير؟ 1 بالس، لانه اذا بتطلع هون هي السايكل، كيف عرفت انه هاي سايكل واحدة؟ لانه هي عندي هي نص 180 درجة وهي 180 درجة، او اذا بدك ما دام احنا 50 هرتز، 50 هرتز قديش رح تكون بيريود؟ 20 ملي سكند، هي 20 ملي سكند، مش هي 20 ملي سكند مضبوط؟ اذا هذه اسمها 1 بالس ريكتيفاير، 1 بالس ريكتيفاير، الاوتبوت في بلسيشن كثير. طبعا هذا الكرت مش كويس اني احطه في محرك، ليش؟ مش كويس اني اشغل المحرك على هذا الكرت. يشتغل دكتور. هو راح يشتغل بس التورك راح يكون فيه بلسيشن. يعني ما راح يلحق المحرك يوقف ويمشي يوقف ويمشي، هو راح يلف. بس المشكله لما تحس المحرك راح تلاقي فيه التورك فيه بلسيشن، ايش يعني بلسيشن؟ ايش بلس يعني؟ نبض. فراح تحس انه التورك في المحرك بيعمل بلسز وهذا مش كويس. هذا مش مناسب اني احط الكرنت هو اللي بيحدد التورك في المحرك ولذلك هذا مش مناسب. شو بتمنى اني اوصل لشكل كرنت شو يكون؟ هو دي سي بس بدي اياه مش بلسيت يكون البلسيشن فيه اقل. كيف بحقق البلسيشن لس بلسيشن في الكرنت؟ شو ممكن اعمل؟ فول ويف ممكن او فول ويف ريكتيفاير. ايش كمان ممكن اعمل؟ ثري فيز. ثري فيز تمام بروح ثري فيز. رحت ثري فيز بخف عندي البلسيشن كثير. إذا كل ما انتقلت من 1 بلس ل 2 بلس اللي هو فول ويف ريكتيفاير رح يخف البلسيشن عندي، لما بنتقل من سنجل فيز ل 3 فيز رح يخف كمان البلسيشن عندي. نعم تفضل. كمان مكثفة كبسترس. المكثف سؤالي كويس، هلا المشكلة أنا في عندي مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأساسية الأولى إنه المكثف اللي موجود عندي هون عادة بنستعمل هذا في الإلكترونيك سيركتس، سمول سيجنال إلكترونيك سيركتس حتى يعمل فلتريشن. ما راح ينفع يعمل عندي فلتريشن في هذه الحالات، فمش من المناسب اني استعمل كباستر حتى يعمل فلتريشن لها. انا ممكن استعمل كباستر يعمل فلتريشن بدائره كهربائيه صغيره. بس بهاي الحاله غير مناسب اني اعملها، كميه الطاقه اللي بقدر اخزنها هذا الكباستر قليله فما راح تنفع انها تخفف من البلسيشن اللي موجود. احيانا بستخدم سيريز اندكتر. سيريز اندكتر بحطه سيريز مع اللود. بس الاحسن اني احاول نفس الويف فورم اخليها لس بلسيشن. لسه خلصتني بنتقل للمرحلة الثانية بروح على فول ويف ريكتيفاير او بروح على فري فيز ريكتيفاير. ماشي في أسئلة ثانية؟